اي انت الا تسمع؟ هيا احضر ورقة وقلما ودواتا وتعال معي الان. اريد ان تكتب عقد زواجي الان. اريد ان اتزوج. الا ترى يا رجل، انا وراق اكتب الادب والحكمة وادون الشعر. المهم انك تكتب وعندك ورقة، ام انك لا تريد؟ صدقت. وربما لا تعرف الكتابة. صدقت، انا لا اعرف الكتابة. اذهب في رعاية الله. إذن لماذا تجلس هنا وتجمع حولك كل هذه الأوراق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه الحنق والغفلة. معنى الحمق والغفلة، قيل عن الحمق والتغفل إنه الغلط في الوسيلة والطريق إلى الصواب مع صحة المقصود، بخلاف الجنون فإنه عبارة عن الخلل في الوسيلة والمقصود معا. أحسنت، هذا صحيح. وقيل الأحمق مقصوده صحيح لكن سلوكه الطريق فاسد، أما المجنون فأصل إشارته فاسد، فهو يختار ما لا يختار. يذكر أن طائراً طار من وال، فأمر هذا الوالي بأن تغلق أبواب المدينة. طبعاً المقصود حفظ الطائر. وقال أبو المكارم إنما سميت البقلة الحمقاء لأنها تنبت في سبيل الماء وعلى طريق الإبل. وقال ابن الأعرابي وبها سمي الرجل أحمق لأنه لا يميز كلامه من رعونته. كلام جميل يا أبا عمرو، ذكرتني بقول للشعبي قال إذا أراد الله أن يزيل عن عبد نعمته فإن أول ما يغير منه عقله. وسأل أبو عون رجلا عن مسألة، قال الرجل على الخبير بها سقط. سألت عنها أبي فقال سألت عنها جدك فقال جدك لا أدري. اسمع تلك. عاد رجل مريضا، فلما خرج قال لأهله أحسن الله عزاكم. قالوا يا رجل إنه لم يمت. قال قد عرفت، ولكنني رجل كبير وأخاف أن يموت، فلا أستطيع أن أتي إليكم لأعزيكم به. والآن قل ما هي نادرتك. سأقول، ولكن ما قولك في من أحب البقاء في السجن على أن يقال عنه مجنون؟ أظن قل. قيل خطب الحجاج يوم جمعة فأطال، فقام إليه أحد الأعراب وقال له إن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك، فأمر به فحبس. فأتاه أهله وقالوا له إنه مجنون. قال الحجاج إن أقر بالجنون أطلقت سبيله. فجاء إلى الرجل أهله وسألوه أن يقر بالجنون. قال الرجل لا والله، لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني. الله 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 الله. فبلغ كلامه الحجاج فحظم في نفسه وخلى سبيله. الآن إليك هذه النادرة، عرس دجاجة. لنحاصرهم من الجهة اليسرى.
أسف. هيا 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 قبل أن يخرجا. هيا لا يكفون عن اللعب، يركضون هنا وهناك. ماذا تفعلان هنا؟ زيارة ود يا خالة. خالة؟ خالة أيها الأحمق، أنتما من يلعب مع هؤلاء الحراس أم لصوص؟ لا أنتما لصان. لا 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 يا ويلي. لا يا سيدتي. لا يا سيدتي، نحن لسنا لصوص، جئتك خاطبا وأنتظر عودتك. أنا سأذهب لأحضر موثق العقود لعقد الزواج. نعم. وأنا سأذهب لأحضر الشهود. اغتسلي واكتحلي وتعطري وسرحي شعرك. لن أغيب طويلا يا حبيبتي، لن أغيب. إلى اللقاء يا حبيبتي. لم يذهب الشباب بعد، ولم يضع انتظاري عبثا. قدمي قدمي، هل كسرت؟ لا، ليتها كسرت. أصبحنا الآن في أمان، ولكن خسرنا الإقامة في بلدتنا، وخسرت عروسك أيضا. خسرت عروسي، وهل تراني موافقا على ما فعلته؟ إنها كأمي، يجب أن نرتاح وننام هنا. هنا؟ هنا. نعم. لقد أفلت أيها الحلقة المتقاعسون، سأقبض عليهما ولو هربا لآخر الدنيا. لماذا أنتم هنا؟ هيا أخرجوا، هيا أخرجوا. سأرسل بالعيون وسأستعين بالقرى والبلدات المجاورة، لن يفلتا من قبضتي. ماذا سنفعل الآن؟ هل سنبقى ننام هنا كالخراف؟ وماذا أفعل لك؟ وهل تركت بلدتي لأنام هنا؟ يا أخي اذهب ونم حيث تشاء. ماذا أفعل لك؟ وهل سيكون حالك في السجن أفضل من حالك هذا؟ فلو لم نهرب من البلدة لكنت الآن في السجن مكبل اليدين. لو لم يصرخ صاحب الدار عندما شعر بوجودنا لكان الآن بحوزتنا أكثر من 1000 درهم. سحقا له، لقد فشلت الحيلة وضاعت الدنانير، وملاحقون من صاحب الشرطة. فاحمد الله أنك حر طليق. الحمد لله، ولكن ليس لدينا سوى 4 دراهم، ونحتاج دارا وثيابا وطعاما. من أين سننفق على كل هذا؟ والمدينة التي سندخلها لا نعرف أحدا فيها، كيف سنعيش فيها؟ نزار أصمت قليلا، لا تندب كالنساء. فكر في حل لما نحن فيه. أنسرق؟ طبعا ليس الآن، فنحن في مدينة لا نعرف فيها شيئا، بيوتها، شوارعها، فلنتدبر أمرنا ريثما نجد حلا مع هذه المدينة. لن نسرق، إذن سنكسب قوتنا بالتحايل على الناس أو التطفل عليهم أو التسول. أصبت، نحتال عليهم. أصبت في ذلك يا نزار. وهل ما أقوله هو الصواب؟ نعم كنت أسخر. تسخر؟ إنه الصواب يا غبي. وهل فعل ذلك يدخل السجن؟ نتدبر أمرنا ريثما نجد حلا. الآن ندخل المدينة.
بشر، بشر ما بك، بشر أنت. نزار، انظر إلى هذه السوق، يا لروعتها، فيها كل شيء. أنا جائع جائع، لا يهمني في هذه السوق إلا الطعام. ألا تصبر قليلا؟ وأنا ألست جائعا؟ ولكن أصمت. هيا. إذا كان نزار جائعا فأنا أموت جوعا. يجب أن تخرج من حزنك هذا وتنتبه لتجارتك. رحمه الله. على كل حال أشكرك يا سعيد على هذه الدعوة. لا عليك، سأنقذك من هذا الموت. ما كان لنا أن نتأخر أكثر من ذلك. عذرا، تأخرت قليلا. ما عند شهية. رحم الله أمك وأمك. شكرا، الموت علينا حق. لحظة، وهل تعرف منا أحدا؟ طبعا، وإلا ما جلست. ومن تعرف؟ فنحن لا نعرف. أعرف منكم هذا، أليس اسمه رغيف؟ إنه صاحبي. وأعرف هذا أيضا، السيد ديك، إنه صديق عمري. وأعرف هذا، إنه نزار، رفيق دربي. وأعرف صاحب هذه الدعوة، أخي السيد سعيد، ابن أمي وأبي. أعرف هؤلاء جميعا. وتقول لي هل تعرف أحدا منا؟ عيب. حقا أنا سعيد، ولكن أنا أخوك؟ كيف؟ وأنا لم أرك إلى الآن. ما أجمل لقاء الأخوة. كلوا. اسمع، أنا لم أدعك لمائدتي. إذا لم أدع الطعام هل ستقتلني كما قتل قابيل أخي أخاه هابيل؟ أيسرك أن تفعل مثله؟ ثم يا سعيد، يا أخي، إذا أنت لم تدعني وأنا لم آتي، وقعت بيننا فرقة ووحشة وقست القلوب، وأنا لا أحب الفرقة. أنا أحب الألفة وصلة الرحم. الرحم. كن، كلوا يا أخي، كلوا. يا فرق الله بين الإخوة. آمين. اللهم جمع ولا تفرق يا رب. إذا تناول طعامك يا أخي، يا لك من داهية. خذ، وهذه أخرى أيضا، كل. جمعك الله بمن تحب. لقد جمعت بين حبيبين، الدجاجة مع زوجها الديك. تلك هي صلة الرحم التي أحبها. لا فرق الله بينك وبين من تحب. نعم. ستون درهما في أول يوم. اللهم لا حسد، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد. أوه، طب ووجوه جميلة. أين أنت يا سعدة لتشاهد الطبيب النطاسي عبادة؟ الحمد لله. أبا معاذ. نعم. هل يمكنني أن أضع عندك بضاعتي كل يوم وأكشف عليك مرتين مجانا؟ ممكن؟ حبا وكرامة، وأنا سأعطيك صاعين من الشعير. بارك الله فيك.
إنها الشرطة. من في الباب؟ عبادة؟ هل أذيت أحدا؟ أم كشف أمرك فلحق بك الجند؟ أم ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ سودة انظري، كل هذا كسبته اليوم؟ أبعدت للسرقة؟ جاهلة، أسرق بعد أن تبت منذ سنوات؟ ما جاهلة، جاهلة. سودة، هذا عمل يوم واحد، وغدا غدا سترين. ما كسبته في يوم واحد يعادل عمل شهر كامل في دكان الحياكة. سعد سعد، لو شاهدت المرضى حولي هكذا. كنمل 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 عبادة. لقد فعلت اليوم ما تريد، وغدا عد لي دكانك. فالطب ليس لك، فالطبيب لا يصف علاجك قبل سنوات من التعلم. الطب ليس لك، الطب ليس لك، الطب ليس لك، الطب ليس لك. إذا لم يكن لي الطب فلمن يكون إذن؟ جاهلة. سعدة سعدة، هيا جهزي لي الماء والطعام لأستحم وأكل، وأعد أدوية الغد، فأمامي عمل شاق شاق جدا. أعانني الله، أعانني الله. الطب مهنة شاقة شاقة، أعانني الله عليها. أمرك مولاتي، ولكن منذ أيام أنت تلازمين الفراش، وقد أكد الأطباء أنك قد تحسنت، فما سر هذا التعب؟ ها؟ تحسنت؟ لكني ما زلت أشعر بتعب شديد. لا، لقد شربت من الأدوية المرة منها وكريه الطعم، ما يكفي 100 مريض، وأنا كما ترين. مولاتي، أرجوك أرجوك مولاتي، دعينا ندخل هذا السوق لنشتري ما جئتي من أجله ثم نعود. بشرط أن لا نتأخر. حسنا، هيا هيا. اسمع، نعم، خذ هذا الدواء وافعل ما أشرت عليك به تماما. سلمت يداك أيها الطبيب. نعم نعم، أطال الله بقاءك. تفضل تفضل، بارك الله فيك، انطلق. مولاتي مولاتي، انظري. ماذا هنا؟ طبيب طبيب، ألم ننتهي؟ كم تمنيت هذا الطبيب أن يداويك، لقد تفاعلت به. وأنت الآن تعبة يا مولاتي، ربما عرف ما بك. لقد سئمت، سئمت يا شمس. حسنا يا مولاتي، كما تريدين. خبيثة أنت، تعرفين بأنني أحبك ولا أرفض لك طلبا. سنذهب إليه، لقد اعتدت ذلك. نجرب. هيا هيا هيا. السلام عليكم أيها الطبيب. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك. ما حاجتك؟ بنت الوالي تريد أن تصف لها دواء. بنت الوالي بنت الوالي،
متروالي متروالي. لا بأس، أين هي؟ مولاتي إنها أمامك. أهلا بك، أنت الطبيب؟ نعم، خادمك الطبيب عبادة. تفضلي يا مولاتي، اجلسي على هذا الكرسي لنباشر العلاج. تفضل تفضل يا بنت، أرني مهارتك في الطب. هيا سترين سترين. شحوب في الوجه، افتحي عينيك. احمرار واصفرار في العينين، افتحي فمك. جسد متعب، هزال هزال يا مولاتي. اطمئني، الامر بسيط ان شاء الله. بسيط بسيط وكيف بسيط وانا منذ شهور ولم اتعالج وعالجني كبار الاطباء. عفوا مولاتي عفوا، الا يفهم في الطب والدواء الا كبار الاطباء؟ عذرا مولاتي، كم شيء صغير ولكن فيه خير كثير. مثلا النحلة صغيرة صغيرة سيب 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 سيب. ولكن يخرج منها ما هو شفاء للناس. قد أصبت، وعذرا أيها الطبيب، لم أقصد التصغير من شأنك، ولكن عذرا مولاتي عذرا عذرا. بعد أن تعودي إلى القصر إن شاء الله تأكلين دجاجة مطبوخة. دجاجة مطبوخة، وتأكلين أيضا قطعة لحم مسلوقة مع مرقها. مع مرقها. وتشربين كوب عسل. كوب عسل. وتشربين كوبا من ماء الورد. من ماء الورد. ولا بأس بتفاح وسفرجل. ها سفرجل. سفرجل. بسفرجل. بعد ذلك تدخلين الحمام وتأخذين حماما ساخنا. بعد ذلك تخلدين إلى النوم. وفي الصباح تخرجين إلى الشمس. الشمس الشمس. تستمرين على هذا العلاج لعدة أيام يا مولاتي، وسوف تشعرين بأن صحتك تتحسن أكثر وأكثر وأكثر، وهكذا وهكذا وهكذا. دجاج ولحم وعسل وسفرجل. وسفرجل. لا عليك أيها الطبيب، لا عليك. خذ هذه الدنانير. شكرا لك يا مولاتي، وأرجو أرجو أن تنفذ العلاج. سأنفذ. سفرجل. سفرجل مفيد. هيا يا شمس. شكرا. أهلا بكم، لا تنسي السفرجل. ماذا فعلت؟ دنانير دنانير. أحب السفرجل. خمسون دينارا؟ خمسون دينارا؟ نعم يا سعادة، خمسون دينارا. أنسيت بأن المريضة هي ابنة الوالي؟ ترى ماذا سيكون مصيرنا إذا أصابها أي مكروه بسبب علاجك؟ يا لك من امرأة حمقاء، بل أنت كلبومة. نعم كلبومة لا تنعق إلا بالخراب. كفي، هيا هيا، تأكلين وتصمتين فقط. هيا هيا كلي.
لك من بومة، كلما أقول لك شيئا تتدخلين فيه. أنت لا يمكن أن أكون، كيف يمكن أن أكون طبيب عبد الله وأنت تعلمني؟ ها؟ لقد مرت 3 أيام ولم تظهر بنت الوالي ولا خادمتها ولا أحد من الجند. 3 أيام، أشعر بأن دمي لا يجري في عروقي. يا رب يا رب يا رب أنها قد شفيت. يا رب يا رب. كيف حال الطبيب؟ مولاتي الحمد لله أراك في أحسن حال، أليس كذلك؟ كيف تراني اليوم؟ كيف تراني اليوم؟ بدرا منيرا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا عليك، وخذ هذا الكيس مكافأة لك، لقد كان علاجك نافعا لي، والجيد فيه طعمه اللذيذ. تذكرت، والدي سيرسل في طلبك، فإنه يشعر بتعب ووهن، لقد سمع بعلاجك لي فأعجب بك. تقولين والدك الوالي؟ يا ويلي. ماذا؟ لا 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 شيء، حمد لله على سلامتك. شمس هيا هيا تفضلي يا مولاتي. يا ويلي يا ويلي، الوالي يريدني وعنده 10 أطباء. صدقت سعدة صدقت، سيكشف أمري ويقطع رأسي. كيف ستخرج من هذا المأزق يا عبادة؟ قل لي كيف كيف؟ سعدة، أنا لن أعدم الحيلة في الخلاص من هذا المأزق، ثم مهما كان المرض سيكون العلاج الطب والأعشاب. سعدة، لما كل هذا الخوف؟ لما؟ يا ويلي يا ويلي. أوه، أنت نذير شؤم. فكرت في كل شيء إلا الوالي إلا الوالي إلا الوالي. السلام عليكم أيها الطبيب. لا تكمل، اذهب لطبيب غيري. اذهب اذهب. رباه، ماذا أفعل ماذا أفعل؟ إن نجوت اليوم من الوالي سأعود لدكان الحياكة ولن أعود للطب. أيها الطبيب أيها الطبيب. يا إلهي، من أين جاءوا؟ هل خرجوا من باطن الأرض؟ أهلا وسهلا، هل من خدمة أؤديها لكما؟ أنت الطبيب عبادة؟ نعم يا سيدي نعم، أنا عبادة.
مولانا والي البلاد أرسلنا في طلبك. وأنا جاهز، أنا جاهز. أبا معاذ، البضاعة والدعاء. تفضل. مولاي الوالي، الطبيب عبادة ينتظر الإذن بالدخول. أدخلوه. السلام على مولاي الوالي. أدامك الله وعفاك. وعليك السلام. تفضل اجلس. إذن فأنت الطبيب عبادة الذي عالج ابنتي فشفيت؟ يا مولاي، الله هو الشافي، الله، وما أنا إلا واسطة، ربما أصيب وربما لا، ولكنها بداية طيبة. حقا، فالله هو شافي، ولكن شفاء ابنتي على يديك دليل على أنك نعم الواسطة. والآن هيا هيا، فما أحوجني للعلاج. مولاي، قد نصحتك يا عبادة فلم تسمع مني. ترى ما أنت فاعل إذا كشف الوالي سرك. قد نصحتك يا عبادة، قد نصحتك. أمرك مولاي. أرسل لي رئيس الطباخين في الحال. أمر مولاي. امضي الآن أيها الطبيب، ولو أن علاجك فيه من الغرابة ما يضحك. المهم يا مولاي أن يكون فيه الشفاء بإذن الله. معك حق. عد بعد يومين لنرى ولتأخذ أجرك. أمر مولاي. امضي الآن أيها الطبيب، ولو أن علاجك فيه من الغرابة ما يضحك. ولولا الخوف لضحكت وضحكت. آه، بعد قليل يجب الذهاب لقصر الوالي. مضى يومان، ترى أيكون العلاج قد أفاد الوالي؟ يا ويلي، يا ويلي إذا سأل طبيبا آخر، سيضحك من هذا العلاج أو يقول بأنه ضار. طعام دسم، شراب، فاكهة، حمام ساخن. لما الخوف يا عبادة؟
إن لم ينفع العلاج لا يضر، وما الضرر إن كان العلاج طعاما؟ إذا سألني أحد عن هذا العلاج أقول أنا طبيب أعالج بالطعام لا بالأدوية والأعشاب، ولكل طبيب طريقته في العلاج. الحمد لله على السلامة يا مولاي. سلمك الله. بدوام الصحة والسعادة يا مولاي. الحمد لله على سلامتك ودمت لنا يا مولاي. شكرا لكم جميعا. ومن هو الطبيب يا مولاي؟ عبادة. عبادة هذا فعلا إنه طبيب حاذق. تصوروا كيف لا نعرفه من قبل. إنه يعالج بالطعام والشراب وغير ذلك. في بداية الأمر ضحكت منه، ولكن ها قد شفيت كما تروني شفيت. ولكن يا مولاي لم نسمع بطبيب يدعى عبادة. ربما أتى إلينا من بلاد بعيدة. سنرى، ربما نستفيد من علمه في الطب. أولاد الطبيب عبادة بالباب. أدخله بسرعة. أدخل. السلام على مولاي الوالي. وعليك السلام أيها الطبيب الحاذق عبادة. تفضل يا عبادة اقترب، اجلس هنا بجانبي. خادمك عبادة. تفضل. بارك الله فيك يا مولاي. لقد أمرت لك بمئة دينار مكافأة لك، رغم أنك تستحق أكثر من ذلك. شكرا لك يا مولاي شكرا. خادمك عبادة. عبادة، لقد كان علاجك لي بلسما شافيا. قلت لك يا مولاي الشافي والمعافي هو الله. صدقت، الشافي والمعافي هو الله سبحانه وتعالى. لا أظنه طبيبا، وأعتقد أنني رأيته من قبل، ولكن أين لا أذكر. هل أنت متأكد أنه ليس بطبيب؟ نعم ليس بطبيب، ولكن ليتني أذكر أين رأيته. إذن فهو معتال، وربما عالج الوالي بما يضره. هل تأذن لي يا مولاي بالانصراف؟ رافقتك السلامة يا عبادة. شكرا لك يا مولاي شكرا. مولاي هذا الرجل محتال وليس بطبيب، وأخشى أن يكون علاجه قد أضر بك، فأنا أعتقد أنني رأيته من قبل، ولكن أين لا أذكر. مولاي قد أهنت في مجلسك. لا عليك يا عبادة. وأنت يا سعيد، هذه المرة قد خانتك فراستك. أحسد أم غيرة من عبادة؟ لقد شفى ابنتي وها قد شفاني. ربما المصادفة يا مولاي، وأظنه محتال. لا 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 أقبل هذا. المصادفة مرتين. مولاي هل تسمح لي أن أجربه وأسأله بعض الأسئلة؟ يا لك من لئيم وحقود، ولكن سألقنك درسا لن تنساه. لا بأس، وأنا واثق من فوزه. عبادة سأطرح عليك بعض الأسئلة في الطب. لن أجيب، وعذرا يا مولاي أنا لست أحمق لأقول له سر المهنة التي تعلمتها سنوات طويلة. وإن كان لابد من الاختبار فليكن ذلك في علاجي لبعض المرضى. ألا يوجد عندكم بيمارستان؟ بلى عندنا. أليس عندكم مرضى؟ بلى، ولكن لما كل هذا؟ أنا أداويهم حتى ينهض بعضهم في عافية وبساعة واحدة. ألا يكفي هذا ليكون دليلا على علمي بالطب؟ مهلا، لي الحق كاملا بألا أفصح عن مضمون علاج. لك ذلك، لنرى. ألكم حجة بعد ذلك؟ لا. حسنا، اذهبوا جميعا إلى البيمارستان وأنا أنتظركم. بإذنك يا مولاي. رافقتكم السلامة.
نعم، ماذا تريدون؟ نحن أعيان البلد بأمر من مولانا الوالي، نريد الدخول إلى البيمارستان. حاضر حاضر يا سيدي، تفضلوا تفضلوا. لا 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 لا، ليست هذه سياسة عبادة. لا، قفوا هنا أمام الباب ولا يدخل معي أحد إلا القائم على البيمارستان هذا، وبعد زمن سيخرج كل مريض من أمامكم وقد عوفي من مرضه. لا بأس، فادخل الآن لنرى علاجك لهم. سترون سترون، لكل طبيب طريقة، وهذه طريقة عبادة. هيا أمامي أمامي أمامي. لا أصدق ذلك، كيف يخرج مريض بلحظات وقد عوفي تماما؟ حتما إنه كذاب ومحتال ونصاب. تفضل تفضل، من هنا من هنا يا سيدي. نعم أعرف، ولكني أكتشف المعالم. تفضل تفضل. ماذا تفعل هنا؟ هيا هيا انصرف. تفضل يا سيدي تفضل، من هنا من هنا يا سيدي. ما اسمك؟ دينار. اسمع جيدا يا دينار، قديما كنت لصا وقاطع طريق، وربما اليوم أصبح قاتلا كذلك. يا إلهي. اسمعني جيدا يا دينار، اسمعني جيدا. نعم الآن سأقوم بعمل، فإن أخبرت الأعيان بما فعلت قتلتك وأرحتك من هذه الدنيا، أو ربما أجعلك درهما بدل دينار. يا إلهي يا إلهي. وإن طاوعتني وأغلقت فمك أغنيتك وأجزلت لك العطاء. دينار دينار. نعم يا سيدي. نعم. هذا كيس فيه 50 دينارا، وهذه دفعة أولى لتعاونك معي، ولك مثلها أضعاف، ستغنيك أنت وأولادك. ها؟ فما قولك؟ ها؟ 50 ولي مثلها أضعاف؟ افعل ما شئت، فلن أنطق بكلمة. ماذا يفعل بالمرضى؟ أكاد أجن، ما زال يدعي بأنه طبيب والوالي صدقه. لننتظر، فلن يمضي سوى بضع دقائق وبعدها نرى صدق كلامه، والويل له إن كان كاذبا. وبعد يا سيدي ماذا ستفعل بهذا؟ لا شأن لك لا شأن لك، فقط انظر 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 وانتظر. أمرك يا سيدي. دينار، الأفضل لك أن تخبرني كم مريضا لدينا هنا ممن يدعون المرض وحالتهم لا تستدعي البقاء هنا. هيا قل لي كم. قل لي كم. 20، وهناك الكثير، لكن حالتهم تستدعي العلاج. 20 بدأ السائل يغلي. اسمع يا دينار، اذهب الآن وأحضر لي أول مريض معافى. هيا هيا، فإذا ما فرغت منه
تحضر الثانية والثالثة وهكذا وهكذا وهكذا. هيا حالا أخيرا سنبدأ العمل. هكذا إذن أيها الأعيان، تريدون الإيقاع بي أمام الوالي، تريدون اختباري. لا بأس لا بأس، أنا عبادة، سأجعلكم تقفون أمام الوالي كالفئران كالفئران. هيا هيا ادخل. المريض الأول أيها الطبيب، تقدم لا تخف، الطبيب سيعالجك لا تخف. أنت المريض؟ نعم يا سيدي أنا المريض. اسمع أيها المريض، قد عرفت السبب في مرضك، ولا يصلح للشفاء من هذا المرض إلا أن تنزل في هذا القدر وتجلس في هذا السائل المغلي. ها ما قولكم؟ نعم لابد من ذلك ليزول عنك المرض. أنا شفيت، نعم أنا شفيت، انظر شفيت، لكن كان فيه قليل من صداع وقد ذهب. إذن لماذا بقاؤك هنا وقد عفي؟ ها لماذا؟ سأغادر حالا، سأغادر حالا يا سيدي. نعم ولكن يجب عليك قبل أن تغادر أن تخبر من يقف أمام الباب بأنك قد عفيت تماما، وإلا سيزجون بك في السجن أيها المحتال. فهمت فهمت يا سيدي فهمت. لقد شفيت ها؟ نعم يا سيدي. أرني شفيت ها؟ الله شفيت الله شفيت الله شفيت. انطلق يا إلهي، ما هذا العلاج يا سيدي؟ أفزعته فذهب عنه المرض حالا. حقا إنك رائع، حقا إنك رائع، حقا إنك رائع. كف عن الثرى، هيا اعتني بالمريض الآخر. هيا هيا يا سيدي. لقد ذهب المريض الأول، أنا عبادة عبادة. لقد شفيت يا لبراعتي، لقد شفيت لقد شفيت لقد شفيت، انظروا لقد شفيت يا لبراعته في الطب، لقد شفيت لقد شفيت. يا إلهي أكاد لا أصدق، بزمن قليل يخرج أولهم وقد دبت فيه الحياة، إنه يركض وكأنه لم يكن مريضا. والله لا أدري، إنه لعجب. لقد شفيت 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 شفيت. أيها الطبيب لا أريد أن أستحم، لا أريد أن أستحم. لينار. نعم يا سيدي. اذهب واتني بمريض آخر. وهذا يا سيدي. قلت لك اذهب وإلا وضعتك مكان. هيا أمرك يا سيدي. الحمد لله الحمد لله، لقد شفيت وعفيت. شفيت وعفيت وعفيت. إذن أخبر الواقفين أمام الباب بأنك قد شفيت تماما وإلا. حسنا سأخبرهم ذلك. حسنا لقد شفيت وعفيت وعفيت. شفيت شفيت وعفيت وعفيت. شفيت شفيت وعفيت عفيت. شفيت عفيت عفيت. شفيت شفيت عفيت عفيت. شفيت عفيت شفيت عفيت. شفيت عفيت شفيت عفيت شفيت عفيت. أنا عبادة. الحمد لله ذهب عني المرض، الحمد لله. لقد شفيت لقد عفيت لقد شفيت لقد عفيت. شفيت عفيت شفيت عفيت. لقد شفيت الحمد لله الحمد لله. وأنا أيضا قد شفيت والحمد لله، صدقوني أنا بخير وصحة وعافية، وقد شفيت من جميع الأمراض والأسقام المستعصية، لقد شفيت. لقد ذهبوا يا سيدي، لقد ذهبوا لقد ذهبوا. نعم. لا أرجوك يا سيدي، أرجوك 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 يا سيدي أرجوك. ماذا؟ كيس آخر؟ هذا نصيبك يا دينار. كيس آخر؟ لقد ذهبت أيام الفقر، لقد ذهبت لقد ذهب المرض أيضا. لقد شفيت لقد شفيت شفيت. لا لم تشفى يا دينار، لم تشفى لم تشفى.
بدك. دينار. نعم سيدي. علاجك؟ أنا؟ دجاج، عسل، بيض، وقط. ماذا؟ وفأر. تأكلهم أحياءً لتصبح دجاجة تبيض. أنا؟ وقطاً يطارد الفئران في الدار. ماذا تقول يا سيدي؟ دينار. نعم. خذ هذه الأدوية والأعشاب، تنفعك ومؤكد أنها لن تضرك. شكرا شكرا يا سيدي. هيا اذهب يا دينار إلى أهلك وأولادك، رافقتك السلامة. شكرا شكرا يا سيدي شكرا. سعدة سعدة، لقد تبت يا سعدة سعدة سعدة. عبادة. سعدة، لقد ظننت الأمر يسيرا، جمعت من الدنانير ما يكفي. وماذا بعد يا عبادة؟ وإلى أين تريد أن تصل؟ أريد أن أعود إلى دكاني. سعدة، أنا لك أن تشعري بالأمان، إنه وعد، وعد مني، لن أعود لهذا أبدا. حقا يا عبادة؟ نعم. كنت خائفة عليك، كاد قلبي يتوقف خوفا وفزعا. قلبك؟ سعدة، لابد لك من زيت الخروع وشراب التوت. عبادة، قائد الشرطة. قائد الشرطة؟ أين الخيط والإبرة؟ المقص؟ أنت خذ ثوبك بعد سنة، وأنت العباءة جاهزة. هيا حاضر حاضر حاضر. عبادة. قائد الشرطة. قائد الشرطة؟ لقد شفيت عوفيت شفيت عوفيت شفيت عوفيت. أضحكتني، أضحك الله سنك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، واغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي.